بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس. معكم عبد المجيب ابونتو 13 10. طيب وش موجود وش في جديد راح اتكلم اليوم؟ اول شيء راح نفصل حاجتين. الاولى انه التركيز بالنسخه هذه كان على الاجهزه تمام اللي هي الاجهزه الذكيه تمام, بحيث انه يعني ابونتو تاتش والى اخره الشغلات دي انتم عارفينها تمام. لذلك التطويرات على اليونيسي صارت بشكل مكثف على الاجهزه الذكيه تمام. طبعا في بعض الميزات راح نشوفها الحين اللي موجوده على سطح المكتب, نظرا لانه الابونتو اصلا تحاول ان تكون سطح مكتب جوال تابلت كل شيء تمام. عموما التركيز صار على تطوير اللي هو بعض الخصائص اللي هي تناسب انه تكون على اجهزه ذكيه. استخدمت الابونتو طبعا ما صار الا تقريبا ربع ساعه بس عشان تشوفوا الميزات السريعه تمام. راح استخدمه فتره قدام شوي. خلال ربع ساعه هذه لقيت انه في بعض الاشياء, في بعض التعليقات, امر طبيعي جدا نظرا لانه اليونتي هذه كيو تي تمام, كانت قبل جي تي كي تمام. اعتقد ان هذه الاصدار هي واجهه او عفوا اصدار كيو تي. بالنسبه للي تسال عن مير اللي هي ام اي ار غير يعني مش اسمه موجود بهذه النسخه, ما بعد استخدمه الحين, ممكن بالنسخه الجايه. عموما اعتقد النسخه هذه راح تكون اللي هي طويله الدعم للاجهزه الذكيه, مو متاكد من المعلومه هذه لكن لان اول نسخه فممكن انهم يتركونها فتره طويله علشان الاجهزه الذكيه. طيب وش في جديد؟ خلونا نشوف اول شيء. طبعا اليونيتي صار فيها تحسينات كبيره وكثيره, صار فيها سلاسه اكثر لكن صارت تستهلك ذا رام اكثر تمام, يعني حوالي 715 ميجا بدون فان تفتح اي شيء توك مشغل الجهاز. هذا يعني كذا عندك جهاز الرام مش ولا بد, ممكن لازم تستخدم توزيع ثانيه او اصدار ثاني من ابونتو مثل اكس ابونتو زوبونتو. اوكي خلينا نبدا بسم الله. طبعا انا سويت بعض الاشياء اللي هي اضفت حساب الجوجل واضفت حساب تويتر على اليونيتي, بشوف ايش راح يصير, راح نشوف الحين مع بعض. طيب نقول بسم الله ونبدا من هنا. طبعا اول شيء الداش, طبعا في تطويرات كبيره بالداش زي ما انتم شايفين تمام. فانت عندما تبحث يعني مثلا لو اكتب تيرمينال انا هنا اكتب مثلا فيديو تمام, راح تشوفون في شغله معينه اللي هي, وطبعا تكلمت عنها سابقا انه المفروض انه ما تكون موجوده بالنظام تمام, اللي هي زي ما انت شايف السجستشنز اللي جيت من تحت تمام. الاشكاليه هنا طبعا تكلمت قبل عن موضوع الخصوصيه انه البيانات هذه اللي ترسل الى المواقع بعدين ترجع لامك, هذه يعني انه المواقع هذيك تعرف شو قاعد تسوي. من ضمن المواقع مواقع مثلا زي شو اسمه الامازون تمام. لذلك يفترض انه الخاصيه هذه تكون معطله بشكل افتراضي تمام, راح نعطله بعد شوي شلون, لكن هذا هو الموضوع حق البحث. لما تكتب فيديو مثلا يجيك شغلات تحت تمام, ممكن طبعا هي جميله ترى بالمناسبه, لكن اشكاليته انه ما تعرف عن سياسه الخصوصيه اللي قاعد ياخذ بيانات منك. طيب هذا بالنسبه لي. طيب خلينا نشوف التطبيقات. هذا التطبيقات ذي وش ذي, هذا الهوم اوكي, هذا التطبيقات تمام. طبعا في هنا فلتر اوكي, ممكن تطلع اكسسوارز عشان تشوف الفلاتر الخاصه بالاكسسوارز مثلا ديفلوبرز. في اشكاليه ثانيه اللي انا لاحظت اذا ضغطت يعني حددت يقعد يحدد لي كل ذي الشغلات, انا ابي اضغط ضغطه واحده يحدد لي هذه الحاله, يعني ما ابي اروح اضغط يعني شلون اوكي جرافيكس تمام, ابي اضغط على الانترنت ما يحدد لي جرافيكس, يفك الجرافيكس بدل ما اروح انا افك الجرافيكس واضغط على الانترنت الحاله. عموما هذه واحده من الاشياء بالابونتو. طيب عندنا بعد الله يسلمكم طبعا بالنسبه للتطبيقات في عندك تحت السورسز طبعا, لو ضغطنا على اول الحين في بعض الاشياء اللي هنا ممكن انك تبدا تستخدمها يعني عشان البحث والى اخره. دوكيومنتس اعتقد راح تطلع الدوكيومنتس حقت الدرايف حقي اللي بجوجل تمام, جوجل درايف تمام اوكي تمام. زي ما انتم شايفين طلع لي بعض الاشياء. عموما ما بكم تعمقون اكثر بموضوع وش عندي تمام, لكنه راح يبحث بالاشياء هذه. بالنسبه لي الفيديو هنا راح زي ما انتم شايفين يجيب لكم مقاطع فيديو والى اخره, مليان اعلانات مليان اعلانات مليان اعلانات, يعني انا بنحتاج الى اللي هي اضافه حق الاعلانات متصفح. طيب بالنسبه للموسيقى نفس الحكايه, راح اجيب لك اذا كان عندك موسيقى راح تبحث بعد عن الموسيقى, ما ادري ما جربت انا, نكتب مثلا سونغ اوكي زي ما انتم شايفين جاب حاجات. بالنسبه للصور ما راح افتح لان اعتقد راح اجيب فيه من جوجل, يا رجال افتح اسمع عليك. المهم علينا راح افتح هذا, هذه المنطقة حقت اللي هي الشبكات الاجتماعية عندك. زي ما انتم شايفين هنا جاب لي المنشنز اللي هي الموجودة عندي, طبعا هذه من الأشياء اللي جدا جدا حبيتها صراحة تمام, لكن ما في إمكانية بالتفاعل أعتقد من هنا تمام. هل أقدر أسوي رد ولا لا؟ فيو لايك ما أدري والله, أنا بسوي شو اسمه ريبلاي بس ما أدري, ما أعتقد ما في ريبلاي, نشوف ريبلاي إذا فيه, ما في ريبلاي, ما في الا فيو. لو اضغط على فيو حوديك لتويتر نفسه على متصفح تمام اوكي ما نحتاج هجر. طيب هذه اللي هي موضوع الشبكات الاجتماعيه راح تكون موجوده هنا
زين. طيب طبعا عشان انك تزبط الموضوع هذا راح اللي هي اونلاين سيرفيسز من هنا تمام, الاونلاين اكاونتس تمام, وبعدين من هنا راح تشوف في بدل اللي هي الشبكات الاجتماعيه هنا ممكن تضيف اللي تبي تمام. لاحظ انه في عده شبكات عموما, في ناس كثيره تحب الشغله هذه بس انا من الناس اللي ما ابيها تمام. طيب نروح للاشكاليه الكبيره الموجوده حاليا وهي الكيبورد تمام. الكيبورد ما تقدر تبدل او ما في اختصار تبديل اللي هو شيفت والت زي سابقا تمام. لو رحنا الحين من الكيبورد, وين راح هذا الكيبورد تمام, لاحظ اني حطيت لاي اوت سيتنجز وضفت عربي انجليزي بس ما عندك اللي هي الكيبورد سيتنجز اللي تخليك انك تختار الت شيفت. طبعا انا حاولت ابدل عن طريق السوبر سبيس ما بدل تمام, لازم نضغط من هنا وبدل. لذلك انا حطيت لكم حل بسيط موجود تحت بالوصف, امر معين هذا هو تمام, ممكن تحطه بالطرفيه عندك. هذا الامر ايش راح يسوي؟ راح يخليك تستخدم الت شيفت مع اللغه العربيه والانجليزي مع بعض. ممكن تغير الحرف هذا من يو اس الى اف ار اذا تبي فرنسي تمام. طبعا تقدر تسوي له نسخ وتحطه في بدايه التشغيل لو كتبت ستارت اب هنا تمام, بحيث انك اذا دخلت على الجهاز من اول مره يكون مضبوط. تحط اد من هنا, تلصق اي تكتب اي شيء هنا اسمه, وبعدين الكوماند تحطه هنا نسخ لصق اد تمام. هذا راح يعطيك اللي هي امكانيه انه يكون عندك كيبورد بلغتين ماشي. بالنسبه لي الشغله اللي انصحكم انكم تسوونها, في هنا اداه اللي هي يونيتي تويك تول, انصحكم تثبتونها تمام, لانه تلقون حاجات جميله جدا بالنسبه لي الاعدادات والشغلات هذه. تقدر تطقطق عليه وتشوف موضوعه تمام. اوكي النسخه حاليا تمام, هذه اذا كنت تستخدم نسخه 13.4 طبعا غصبا عليك لازم انك تغير وتروح العشرة, لانه 9 شهور تخلص دعم النسخه هذه, لانه في نسخ طويله الدعم قصيره الدعم, هذه واحده من قصيره الدعم. اذا كانت معجبتك نسخه 13.4 خليك على لين ما ينتهي دعمها, لكن اذا بتجي هنا عشان مميزات اللي شفناها قبل شوي زي مثلا ربط الحسابات والى اخره تمام. الشغله الثانيه هي الله, اذا كنت على ابونت 12.4 تمام خليك على ابونت 12.4, لان بصراحه انا اشوف هذه فيها تعليقات تمام. لكن اذا حاب تستكشف اوكي, اذا انت رجال بتركب وتجرب جرب. الى هنا انتهت مراجعه التوزيع هذه, نشوفكم ان شاء الله في دروس قادمه. قبل ما اخلص كيف نعطل الاعلانات اللي تطلع عندنا هذه تمام. طبعا لو كنت راح استخدم الابونتو, لو لاحظ اني قلت لو تمام راح استخدم الابونتو, راح اجي هنا عند اللي هي برايفسي وين هي هذه تمام, راح تروح هنا عند اللي هي سيرش تعطل هذه, عشان اذا رحت هنا تبحث لو كتبت مثلا فيديو تمام راح تلاحظ انه ما راح يجيب لك شيء الا الموجود عندك بالجهاز تمام. يفترض ان الخاصيه اصلا هذه تكون طافيه افتراضيا, وفعلها المستخدم بيده عشان حمايه خصوصيته. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم, مع السلامه. اصبر خلنا نروح منه لانه برنامج ما يتقفل منه. طبعا في شغله, ليش طالع بالعربي البرنامج واللغه الانجليزيه؟ ابونتو هذه فيها حاجات غريبه يا اخي. مع السلامه.